فساد وهدر بالمال العام يقدر بعشرات المليارات من الدنانير تفوح رائحته في بلدية النجف سنوات، والمحافظة الدينية تتلاطم بين نقص الخدمات ونخر الفساد في هذه الدائرة، فما بين الفضائيين وعدم جباية أموال البلدية واستحصال أخرى من المحلات والعقارات للمصالح الشخصية، تكالبت الديون على الدائرة وتهاوت الخدمات. هو ملف الفساد في بلدية النجف الأشرف اللي هو حقيقة أثر بشكل واضح على المجتمع وعلى حياة الناس وعلى بيئة المدينة، يشير إلى حجم فساد كبير جدا أدى إلى فقدان كثير من الأملاك الخاصة بالبلدية وهدر كثير من الأموال فضلا عن ضياع كثير من الحقوق. تقصير وقصور وتستر على الفساد، هكذا وجد السيد مقتدى الصدر ما آلت إليه بلدية النجف من تورط يوصف بالأسود، يأتي تزامنا مع دعوات النجفية للجهات المختصة في الحكومة وهيئة النزاهة للقيام بأشد الإجراءات الصارمة لإنهاء الفساد والقضاء على حيتانه. دعوة السيد مقتدى الصدر أو دعوة من العراقيين بصورة عامة، يجب أن تكون جميع دوائر الدولة غير متحزبة وأن تكون خالصة في عملها إلى الشعب العراقي لا للأحزاب. يجب أن تنتهي المحاصصة في دوائر الدولة. ويرى متابعون أن شبهات الفساد التي تطال الدوائر الخدمية في النجف تحتاج إلى وقفة حقيقية للنظر فيها، فيما حذروا من انفجار شعبي في حال التزمت الجهات المعنية بمكافحة الفساد بصمتها الصبور. من النجف محمد رزاق، التغيير.